سلام الله عليكم أحباءنا في قناة المشاهد. لقد ركلت الكرة وقدمت لهم ما قدمته، إنه ألفريدو جيمس باتشينو الاستثنائي الذي قدم كل ما هو استثنائي في تاريخه الدرامي الطويل والحافل في السينما الهوليوودية، وساعده في إعادة تشكيل الصورة النمطية للنجم السينمائي. كانت هذه المسيرة تطبيقا عمليا للواقع والحياة التي عاشها الفتى الأمريكي ذو الأصول الإيطالية التي قدمت من أرض صقلية، والذي لم يكن ليقدم إلا كل ما هو استثنائي ومستغرب عن عموم التيار السينمائي آنذاك، مهما كانت فداحة ضريبة هذا المستغرب على صيته وديوعه كممثل أو على الجانب المادي للفيلم. يقال عن الباتشينو أنه نجح في أحياء العديد من الشخصيات السينمائية على الشاشة كانت لتموت لو قام بتمثيلها من هو غيره. كما قال هو أيضا: من السهل خداع العين، لكن من الصعب خداع القلب. ويبدو أن هذا ما شكل شخصية باتشينو الهوليوودية وجعله حتى الآن ذائع الصيت في أوساط أجيال لم تكن قد ولدت أصلا في ذروة نشاطه الفني. في هذا الفيديو نقدم الضوء على بعض أفضل وأغرب الأدوار التي قدمها الممثل الأسطوري الباتشينو، محللا أهم ملامح هذه الأعمال، مستعرضا أراء الجمهور وبعض النقاد في أبرازها. عندما تقدم الباتشينو للاعب دور مايكل كورليوني الرئيسي في فيلم الأب الروحي أو العراب The Godfather، تردد الاستوديو في قبوله حسب ما يروى في هوليوود، ليس فقط لأنه كان مجهولا نسبيا. أرادت بارامونت وارين بيثي أو روبرت ريدفورد أو ريان أولين، بل لأن باتشينو كان بعيدا جدا عن الصورة النمطية للنجم السينمائي. كان الممثل المنهجي الشاب قصير القامة جاحظ العيني الانفعالي قد ترك انطباعا جيدا في برودواي وفي فيلم The Panic in Needle Park، والذي قام بدور البطولة فيه عام 1971، وقدم فيه شخصية مدمن الهيروين، ما لفت انتباه المخرج العالمي فرانسيس فورد كوبولا. لكن كوبولا أصر على اختياره وقال في وقت لاحق: ذكاؤه هو ما لفت انتباهي في البداية، هذه الميزة الجذابة المذهلة، هذه الروح المتقدة. وبمناسبة مرور ما يقارب من 50 عاما على بدء الباتشينو مسيرته المهنية في هوليوود، احتفت سينما كوارد في نيويورك بهذه الرحلة من خلال عرض لصولاته وجولاته وتطوره من ممثل شاب موهوب إلى نجم من الطراز الأول، ثم إلى أسطورة خارقة للعادة. إن مسيرة باتشينو السينمائية مرآة رائعة للنمو والتدهور الذي شهدته صناعة السينما من السبعينيات فصاعدا، حيث نشأ الاتجاه السائد من الأعمال السينمائية التجارية من حركة هوليوود الجديدة الحرة، ثم تحول إلى شيء أوسع وأكثر تركيزا على الأعمال التي تحقق أرباحا هائلة. كان الباتشينو نجما لامعا يضمن تحقيق الأرباح، ولا يزال يعمل باستمرار حتى في سن 77 باستعراض رحلته الفنية الغنية خلال فترات صعود وهبوط السينما الأمريكية. إليكم أبرز محطاتها. في فيلم العراب عام 1972 استمر باتشينو نجاحه في دور زعيم المافيا مايكل كورليوني في الجزء الثاني من فيلم عام 1974، لكن أداءه الرائع في الجزء الأول قل أن تجد له مثيلا في تاريخ هوليوود.
تحول مايكل من الإنسان المثالي الذي قاتل في الحرب العالمية الثانية إلى رجل العصابات القاسي، هو الجوهر المعنوي لقصة كوبولا البوليسية، وهو التحول الذي أداه آل باتشينو ببراعة من خلال عدم إظهار الغضب أو القيام بأي شيء يجعل هذا التغيير واضحا، بدلا من ذلك يجعل تطور شخصيته يدور حول السيطرة. يهيمن مايكل على غرفة يتكلم فيها عن طريق التحدث قليلا جدا، ويستخدم كل كلمة وأمر كأنه سلاح. لقد كان أداء مذهلا يبدو ملائكيا وبشريا في آن واحد، ولكنه أداء لم ينجح باتشينو في تكراره مرة أخرى خارج سلسلة أفلام العراب. بهذا الدور ساعد باتشينو في تغيير الصورة النمطية المألوفة للبطل السينمائي في هوليوود إلى صورة أكثر قتامة وأكثر عمقا، مما يميز نفسه عن النجوم الذين سبقهم لأداء هذا الدور. كان آل باتشينو مثله مثل نظرائه روبرت دينيرو وداستن هوفمان، اللذان ينتميان إلى أسلوب التمثيل المنهجي نوعا مختلفا تماما من النجوم. وسرعان ما بنى شخصيته القوية عبر أفلام مثل سكيربيون لسيدني لوميت عام 1973، وسكار كراو لجيري شاتسبرغ عام 1973، ثم ما لبث أن قدم بدوره في الجزء الثاني من فيلم العراب. لو اعتبرنا أن أداء الباتشينو في فيلم العراب لا يزال الأشهر على الإطلاق، عند عرضه كان الفيلم الأكثر ربحا في التاريخ، مزيحا بذلك فيلم ذهب مع الريح عن عرشه، إنه في فيلم عصر يوم قائد عام 1975، لعب فيه دور سارق مصرف هاوي، كان أفضل أداء مشابه لشخصية باتشينو نفسه بعصبيته ونوبات الصراخ المجنون. كانت مواجهة أتيكا المرتجلة هي مثال على مقدار النجاح الذي سيحققه آل باتشينو في سنواته التالية. تطورت الشخصية تدريجيا وصولا إلى هذا الانفجار الغاضب، وتصاعدت مخاوف سوني ووتزيك حتى وصلت إلى مرحلة الغضب والبارانويا. إنه يريد أن يطلع الجمهور على عيوب شخصيته، مدركا أن ذلك سيساعد على جعل كل مفاجأة في القصة تبدو طبيعية. آل باتشينو لم يكن معروفا في عام 1971، ورشح لجائزة أوسكار للمرة الرابعة عن فيلم عصر يوم قائد، ضاربا مثالا على مسيرة لا مثيل لها في تاريخ مهنة التمثيل في هوليوود. بعد ذلك توقف آل باتشينو عن العمل لمدة عامين قبل أن يتعاون مع مخرج كبير آخر هو سيدني بولاك في دراما رومانسية في عالم السباقات مع مارتي كيلر، والذي كان مرتبطا بها في وقت ما، إلا أنه كان فاشلا ذريعا، عمل باهت بشكل غريب، لم يكن في الواقع أي علاقة بالسباقات، وقد سخر منه النقاد على نطاق واسع مشبهينه بنسخة رديئة من السينما الأوروبية المعاصرة. المثير للاهتمام أن الشخصية الرئيسية في الفيلم مثلت إحدى المرات القليلة التي يقترب فيها الممثل من قوة دور مايكل كورليوني، وإن كان بشكل مخفف. علق الباتشينو مؤخرا على الفيلم: لم يكن الدور مجرد شخصية قدمت إليك، بل لمحة شخصية، لقد رأيت شيئا كشف عنه في هذه الشخصية، وهو أمر بسيط كنت أمر به في حياتي في ذلك الوقت. ظهر فيلم بوبي ديرفيلد
في نفس السنة التي اجتاحت فيها أفلام حرب النجوم هوليوود تمهيدا لبدء الزمن الأفلام ذات الأرباح الهائلة أو ما يسمى ببلوك باستر. أصبح ظهور الباتشينو الذي كان مجدا في العمل في سنواته المبكرة على شاشة السينما نادرا، وحصل على ترشيح واحد فقط لجوائز الأوسكار في الثمانينات عن دور محامي الدفاع الغاضب في فيلم والعدالة للجميع لنورمان جيرسون. ربما كانت بعض الأفلام ولا سيما فيلم المبحرة لويليام فريدريكن قد حازت على إعجابه فقط لاختلافها عن الأفلام التي يقبل عليها الجمهور العادي. هنا كان الباتشينو يتحدى الأنماط السائدة بينما كانت هوليوود تميل باتجاه أفلام الخيال العلمي والحركة. يدور فيلم المبحرة في قالب درامي حول شرط متخفي يتسلل إلى عالم المثليين في نيويورك في مطاردة لقاتل متسلسل. الفيلم صريح بصورة صادمة وغبي جدا في بعض الأحيان. انتقده النشطاء المثليون أثناء الإنتاج واتهم بعد عرضه على نطاق واسع بكراهية المثليين. قال الباتشينو إن هذا الفيلم علمه أن يهتم أكثر بفهم الأدوار التي يختارها، وأضاف للصحيفة فليج فويس: هذا العام عليك أن تعرف ما تمثله وما تفعله وكيف يؤثر على العالم من حولك، عليك أن تعرف القليل عن هذه الأشياء. في إعادة المشاهدة يبدو الفيلم أخرق أكثر من كونه خبيثا، وهو نظرة خارجية إلى عالم يبدو أن حتى فريدريكن لم يفهمه، لكن باتشينو يبدو كالتائه إلى حد ما في الفيلم، حيث يقدم الفيلم فقط تلميحات قليلة عن توجهاته الشخصية وتغير حالته العقلية والمزاجية. هناك نهاية ملتوية تلمح بشكل مربك أن الباتشينو ربما كان هو القاتل. امتازت حقبة الثمانينيات بالهدوء بالنسبة لالباتشينو، فقد شارك في بطولة 5 أفلام فقط، بما في ذلك في فيلم المبحرة والثورة اللذان لم يلقيا نجاحا باهرا، إلا أنه شارك في تلك الفترة في بطولة فيلم الوجه ذو الندبة، ملحمة رجل العصابات الأسطورية من إخراج براين دي بالما، الذي استمر في جذب الإعجاب باعتباره أحد أفضل الأفلام الكلاسيكية لأجيال متتابعة من طلاب الجامعات والمراهقين المنتشين. ربما يبدو أنني أقل من مميزات الفيلم، لكن الكاتب الكوميدي جون مولاني سخر من قبله من فكرة أن يقول شخص ما إن أفلامه المفضلة هي العراب وسكارفيس، كما لو كان الاثنان متشابهين ولو من بعيد في مستوى نفس الجودة. حقا حسنا، الأطعمة المفضلة لدي هي سرطان البحر وحلوى سكيتلز، إنهما متساويان في نظري. يعد الفيلم الذي تدور أحداثه حول قصة صعود رجل عصابات كوبي إلى السلطة ثم سقوطه من على حافة الهوية متعة حقيقية ينبغي مشاهدتها، لكنه يمثل كذلك بداية واضحة لمرحلة حلوى سكيتلز في مسيرة باتشينو المهنية، المرحلة التي لم يكن أي من خيارات الأدوار المطروحة فيها خارج نطاق المعقول، وكذلك كان الصراخ أمام عدسات الكاميرا أمرا طبيعيا تقريبيا، فهو يجسد شخصية الباتشينو المشهورة والناجحة التي اعتاد الكثير من المشاهدين الأصغر سنا. قال الباتشينو: أعتقد أنني قمت بتمثيل تلك الشخصية لأنني أرى نفسي أحيانا أشبه برجل يغني بصوت عال، ويضيف: ويحتاج هذا الرجل إلى غناء تلك النغمات العالية من حين لآخر حتى ولو كانت نغمة خاطئة، لذلك في بعض الأحيان تبدو وكأنها نشاز. رأيت تلك الشخصية وكأنها أكبر من الحياة، لم أرها كشخصية ثلاثية الأبعاد. بعد توقف دام 4 سنوات
عن التمثيل السينمائي عاد الباتشينو مرة أخرى إلى النجومية في فيلم الإطارة للمخرج هارولد باكر. قد لعب دور شرطي يطارد قاتلا متسلسلا يجد الضحايا من خلال الإعلانات الشخصية في الصحف. أصبح الباتشينو مفلسا وقال بأنه بحاجة إلى الماء، لكنه كان مولعا بالقصة التي كتبها الروائي ريتشارد برايس، الأمر الذي جذبه إلى هذا المشروع بالتحديد. لقد كنت مولعا دائما بفيلم بحر الحب كذلك. وعلى الرغم من أنه فيلم يوس بسيط تدور أحداثه في مدينة نيويورك، فإنه يمنحك شعورا حقيقيا لما بدا عليه الجانب الغربي الشمالي في منطقة منهاتن بمدينة نيويورك في حقبة الثمانينات من القرن العشرين، وهو مثال حي ما زال يتأرجح بين رقي مستواه وخطورة الحي في كل ركن منه. لحسن الحظ لا يلعب الباتشينو دورا معقدا خلال عودته الكبيرة إلى الشاشة، إذ يقود بأداء شخصية المحقق فرانك كيلر الساحرة، والتي تتسم بالفوضى والعبث، وهو بطل مثير يمكن أن يوصف بأنه شخصية من النوع الصلب، وهو النمط الذي مهد الطريق لأفلامه التي صدرت في حقبة التسعينيات المكتظة بالأفلام التجارية ذات الميزانيات المنخفضة، مثل فيلم ديكتريسي الذي صدر عام 1990، وفيلم كاريلتو الذي صدر عام 1993، وفيلم قاعة المدينة الذي صدر عام 1996، وفيلم محامي الشيطان الذي صدر عام 1997. في القرن 21 قدم الباتشينو العديد من عروضه التي لا تنسى على شاشة التلفزيون، كل ذلك على شبكة تلفزيون HBO، وغالبا ما قام بأدوار أضواء الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الأمريكي الحديث، مثل الطبيب جاك كيفوركيان ومنتج الألبومات الموسيقية فيل سبيكتر، ولاعب كرة القدم الأمريكية السابق جو باتيرنو في فيلم باتيرنو للمخرج باريلي فينسون والذي صدر في 7 من شهر أبريل/نيسان. وحتى الآن كان أفضل أدل له في المسلسل القصير الذي حمل عنوان الملائكة في أمريكا للمخرج مايكل نيكولز عن رواية الكاتب المسرحي توني تشونز. فقد لعب دور المحامي روي كوهن، وعلى الرغم من أن هذا الدور لا يتسق مع قدر الباتشينو، إلا أن هذه الحوارات الفرضية في شخصية كوهن في هذه المسرحية والتي تتلألأ بذكاء للتعبير عن الهوية الأمريكية الهائجة كان موضوعا مثاليا لإثارة شغف الباتشينو. وعلى الطرف المقابل هناك الأداء الذي لعبه الباتشينو في فيلم جاك وجي والذي جاء مختلفا بشكل كلي عن مسلسل الملائكة في أمريكا، إذ لعب دور مساعد بصفته هو نفسه في الفيلم، المخرج دونيس دوجان المثنى لفئة الكوميديا العائلية المليئة بالعبث، والتي يلعب فيها أدم ساندلوز دور جاك وهو مدير تنفيذي هادئ في شركة دعاية في لوس أنجلوس، وفي نفس الوقت يقوم بأداء شخصية جيل شقيقته التوأم، وهي سيدة يهودية متبجحة من مقاطعة ديبرونكس في مدينة نيويورك. يقع الباتشينو في حب جيل ويحاول إغوائها بأساليب تزداد وقاحة، وأخيرا يرتدي ملابس مثل دون كيشوت ويغني أغنية الحلم المستحيل من فيلم رجل لا مانشا الذي صدر عام 1972. هناك أيضا مشهد يغني فيه بطريقة الراب أغنية إعلانية لسلسلة محلات القهوة العالمية The Dunk Donuts. يعامل الفيلم الباتشينو بإجلال، لكن الممثل لا يخشى استخدام الهيبة الخاصة به كأنها مزحة. لقد حافظ الباتشينو على إحساس مذهل بالذات خلال مختلف فترات حياته المهنية بطريقة شائعة لأمثاله من النجوم،
ويظهر ذلك في أبهى صورة خلال المقابلات العميقة التي استعاد فيها الماضي والتي أجراها بالتعاون مع شركة كواد. لا يزال الباتشينو متمتعا بتلك الشخصية الغير المعتادة تماما كما كان عندما بدأ في مجال صناعة السينما، ولم يشعر أبدا بالخجل من التعبير عن مخاوفه من خلال أدائه التمثيلي. وبالرغم من تحول صناعة السينما في هوليود الجديدة إلى نهج أقل تقليدية يعتمد على العلاقة بين النجم السينمائي واستوديوهات التصوير، أو على النجم الأوحد والاستوديوهات التي تتحكم في صناعة الأفلام، حافظ الباتشينو على استقلاليته ووصل العمل على مشاريع جديدة مليئة بالتحديات في هذا العام. في الواقع سيتعاون مع المخرج مارتن سكورسيزي لأول مرة في مسلسل جديد بعنوان الرجل الإيرلندي، سيعرض على شبكة نتفليكس. وقد ينتظرنا عصر جديد جريء آخر من روائع الباتشينو. سلام الله عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.